صباح الخير يا زينة البنات. صباح النور عمي مرشد، زيني شفتك قبل ما تروح السوق. وزينة بعد شفتك هنا قبل ما تسيري من البيت عند فاطمة. عمي مرشد، ايش بينك وبين ابوي؟ هو خميس قال لك شيء؟ ابوي طلب مني اشياء كثيرة بس ما قال لي ايش اللي بينك وبينه. وما قال لك انا ايش طلبت منه؟ انا الحين اسألك ايش اللي بينك وبينه، ما سألتك ايش طلبت منه. سمعيني يا سلمى، الكلام في الدروب ما ينفع يا بنت خميس. خلينا نتكلم في مكان ثاني غير عن هذا المكان. وين تريدني اتكلم معاك؟ خلي هذا الموضوع علي انا. سلمى! ابوي! عمري ما ظنيت انش في يوم من الايام تكسري كلامي وتخالفيني يا سلمى. امش الله يرحمها اللي ما كانت تعرف غير كلمه ان شاء الله وهي والله، ما قدرت تتعلمي منها شيء. سامحني يا ابوي، الله يخليك سامحني، وانا اوعدك انه هالشيء ما راح يتكرر مره ثانيه. وليش تكلمي؟ ليش تكلمي مرشدوه هذا من اساسه؟ ليش حالتك هذه الايام هي اللي خلتني اتكلم معه؟ انا ما قادره اشوفك وانت كلك هم وغم، كل ما سالتك ايش فيك قلت ما فيني شيء، قلت ما في غيرني انا اتكلم مع مرشد واعرف منه الحكايه.
لكن ما عرفت شيء. قلش، لا تدخلي بيته ولا تكلميه ولا حتى تسلمي عليه. لكنش للأسف عصيتيني، عصيتيني يا سلمو، عصيتيني. وأنا بعدني أريد أعرف السبب. إيش بينك وبين مرشد؟ إيش يريد منك؟ مرشد، مرشد، مرشد يريد، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. مرشد يا مرشد، خلي بالك من ناصر لا يعوروا الصغيرين. ناصر تعال يا ولدي، يا ناصر تعال. أعطينا حلاوة. أنا لازم أضغط على خميس وأخلي وافق على زواجي من بنته، مثل ما أضغط على زكية وأخليها تعطيني توكيل عام لكل أملاكها. لكن كيف بتسوي يا مرشد؟ كيف كيف؟ راعي الحاجة لازم نقضي له حاجته، وراعي الطمع لازم نزيد الطمع. يعني لازم أغير طريقتي مع زكية، والتوكيل بيكون عندي، يعني بيكون عندي. وبنشوف يا زكية، بنشوف. Thank you.
سمحت. لو سمحت اخوي. ايوه تفضلي. ممكن تطلع السياره لاني ما اعرف شلون اطلعها. انا ما اعرف اسوق. طيب ممكن ما اخليك توقف خلف السياره وتساعدني وانا ارجع؟ لا اخاف لا اصدم. بس هي هذا مقدور عليه ان شاء الله. شكرا. تعالي تعالي رجعي. بس يا اخي الله يهداك. الحين انت ايش اللي سويته؟ ما سويت شيء. انت اللي تسوق السياره ما انا. اسمح لي أقول لك إنه ما عندنا وظائف على الأقل في الوقت الحالي. زين ممكن أقابل مدير عام الشركة يمكن يقدر يحصل لي على وظيفة مناسبة. مدير عام الشركة بعدها ما وصلت لحد الحين. أي خدمات ثانية؟ لا شكرا. صباح الخير. أنت وبعدين؟ أعتقد أني تكلمت عن نفسي بما فيه الكفاية وقلت كل اللي عندي. ما بقى غير أني أسمع ردك يا أستاذ. أي بس خاف عينك في الشركة وترتكب أخطاء في العمل وتحمل غيرك المسؤولية. أنا آسف على اللي صار بس أرجوك يا أستاذة لا تربط الأمور ببعضها. يعني لا تربط اللي صار البارحة بطلب الحصول على وظيفة عندكم في الشركة. لا إيش رأيك؟ تفضل استريح. طمن يا أخ حسان، أنا ما رح أربط الأمور بعضها ببعض لأن واضح أنك شاب مهذب وخلوق، وفوق كل هذا بعدك خام. خام؟ أقصد يعني بعدك ما عرفت الحياة زين وتجاربك فيها قليلة إن لم تكن معدومة.
أنا بصراحة ما فاهم أي شيء من اللي قلتيه، وخايف إنه عدم فهمي هذا يخليني أخسر الوظيفة في الشركة. بالعكس، هو يعني عدم فهمك هو اللي يخلينا شغلك في المؤسسة. يعني إيش؟ يعني راجعنا بعد يومين وراح تعرف الرد، بس اترك كل أوراقك الخاصة. يعني في أمل؟ إن شاء الله. تفضلي. أنا أستأذن عن إذنك. بأذن الفجر. أنا أعرف إنك زعلان مني، وأنا أطلب إنك تسامحني، وأنا وعدتك إني ما بطلع عن طوعك طول عمري. صدق الله العظيم. هذا أكيد أبوي نسى شيء.
ايش ناسي يا ربي ايش؟ خذ يا ابو. هذا انا يا سلمى، ابوي راح المسجد. زين ما دام شفته راح المسجد ليش ما لحقته؟ نحن ما اتفقنا نتكلم مع بعض وفي مكان هادي، ولا انت نسيتي؟ وانت ما حصلت غير هذا المكان وهذا الوقت عشان تتكلم معاي؟ هذا احسن وقت يا سلمى، وخصوصا ابوك ما موجود في البيت. انت ايش تريد بالضبط؟ اريدك انت يا سلمى، انت وبس. ايش انت قنيت ولا ايش يا عمي مرشد؟ لا تقول يا عمي مرشد، قولي مرشد وبس يا سلمى. انا اريدك على سنة الله ورسوله، بعيشك في عز في قصر بدل هالبيت الخرابة اللي انت عايشة فيه. هذه الخرابة اشرف لي واعز لي منك ومن قصورك اللي ما تستحي على وجهك ولا تخجل من جيبتك. فكري يا سلمى، فكري يا سلمى. انا كلمت خميس في موضوع ترالي، وطبعا الراي راجع لك انت اولا واخيرا، واذا كان على ابوك انا اعرف كيف اخليه يوافق غصبا عنه. المهم انت يا سلمى، انت يا سلمى. ايوه ان شاء الله. ايش هناك انت؟ هنا والدنيا مكتسيه برا.
خير ايش مستوي؟ يقولوا عوين مرشد حضر بيني اليوم الصباح في راسه ومسيح له دمه واهل الحاره كلهم بيدوروا عليه. مرشد؟ وايش صار له الحين؟ مات مرشد مات؟ سيف سيف خبرني مرشد مات. خبيث، وش اللي يخليك تقول هذا الكلام؟ وفي ايش يهمك موت مرشد؟ لا لا ما يهمني ما يهمني يا سيف، بس انت اللي جاي تقول وتصرخ ان مرشد انضرب وانه مظلوف الراس ولا الدمانه تسيح منه، فقلت يمكن يعني مات. لا ما مات، لحقوا علي وخذوا المركز الصحي. لكن يا خميس مرشد مضروب قدام باب بيتك، يا ترى من اللي ضربه؟ وانا وش دراني من اللي ضربه؟ ولا يعني باغي تقول انا اللي ضارب النبح؟ خميس افهمني زين، مرشد هذا ما يهمني في شيء، انت اللي تهمني لانك اخوي. انا ما جاي ادافع عن مرشد، انا جاي اريد اعرف الحقيقه. اي حقيقه يا عمي؟ حقيقة من ضرب مرشد؟ كأنك باغي تقول إني أنا اللي ضربت مرشد يا أيوة أيوة يا خميس أيوة. أنا عارفك أنت ومرشد ما تتحاملوا، والله يعلم اللي بينك وبينه. خميس إذا كنت سويتها ضربت مرشد خبرني عشان أدخل وحل المشكلة، لأن عارف عارف إن مرشد ما بيسكت وبينتقم من اللي ضربه، وأول واحد ممكن يتهمه هو أنت. اصلا في الحاره كلها ما حد يحب مرشد يا عمي، وانت تعرف هالشيء زين، فليش مرشد اتهم ابوي انا؟ مثل ما قلت لكم قبل شويه، مرشد من القايمه مضروب قدام باب بيتك، والشرطه لما تشك في البيوت اللي قريبه من الحادث، واظني بيتك واحد من هذه البيوت يا خميس. لكن ابوي ما ضرب مرشد. بس سلمى دخل داخل. خميس ايش السالفه؟ ما كان المفروض يا مرشد انك تطلع من المستشفى وانت بهذه الحاله. في بيتي هاي حكون احسن من المستشفى. من اللي سوى فيك ذاك يا عمي؟ وليش؟ ما اعرف يا فاطمه ما اعرف. وليش ما تبلغ الشرطة على اللي سوى فيك هذا السوا يا مرشد؟ كنت شوية وبتموت. يا زكية أنا تعبان وأريد أرتاح، ما أقدر أتحمل وما أبغي أسمع شيء الحين. وبعدني أسأل، من اللي سوى فيك هذا السوا وليش؟ بعدني ما قادرة أصدق مرشد يبغي يتزوجني أنا، وأنا اللي أقول له عمي عمي طول عمري. لا لا هاي الكلام ما يدخل الرأس. يا أبوي تراك ما جاوبتني، مرشد ليش يبغي يتزوجني أنا بالذات وأنا اللي مثل بنته؟ إيش اللي خلاه يطلب مثل هالطلب؟ الله يخليك يا أبوي ريحني وجاوبني إيش هو السبب. تعملين بشي ثاني بعد؟ فوزية ايش علاقتك بعبد العزيز؟ ما بيني وبينه اي شيء. كذابه. اقسم لك يا ام امين، اقسم لك انه انا بد منك قسم. اريد كلمه الصدق. قولي لي ايش من اسرار اعطيتيها لعبد العزيز؟ ايش من مواضيع طلبها منك؟ قولي الصدق يا فوزية. ما شيء، والله العظيم ما شيء.
صدقيني راح أعرف الحقيقة الحين ولا بعدين، منك أو منه، لكن بيكون لي تصرف ثاني معك. صباح الخير. روح عني انت ثاني بعد. صباح الخير. صباح النور. تعال عندي المكتب. لكن فوزية طول عمرها أمينة معك يا سميرة، وعمري ما سمعتك تشتكي منها في الشيء، فحرام عليك تظلم البنت وتجرديها من شغلها. أنا ما جردتها من شغلها، هي ما زالت على رأس عملها، بس أنا اللي خايفة منها أنها تعاونت مع عبد العزيز. هذا الإنسان أنا أعرفه لعيبة زين، قد يكون في دماغه الأولى أنه أغراها بالفلوس، يمكن في المرة الثانية رفضت تاخذها. لكن كل هذه احتمالات، تقبل الخطأ وتقبل الصواب، لكن يستبعد صحتها مع فوزية يا سميرة. أوعدك أني أغير أسلوبي معها، بس متأكدة أنها ما تعاملت مع عبد العزيز في شيء يخص الشركة. الحمد لله عن إذنك يا سميرة. بعدني أريد أعرف ليش عبد العزيز أعطى فوزية ذاك المبلغ؟ إيش المناسبة إذا كان ما يريد منها شيء؟ هذه مكالمة دولية؟ ألو نعم. لا والله هي حاليا مو موجودة. لحظة. قطع. ما غريب عليك، كأني أعرفه. لحظة لحظة عبد العزيز لحظة. أيوة عبد العزيز اسمع، بس إن شاء الله ما ينقطع الخط مرة ثانية. مشكور؟ أنا إيش؟ ما أعرف، بس أنت قلت أنك رايح تكون في الخارج بين أسبوع وعشر أيام، إيش اللي يخليك ترجع بسرعة؟ وليش عاد ما قدرت؟ في شعور قوي يدفعني أني أرجع علشان أشوفك. كل لحظة من اللحظات الجميلة اللي قضيناها مع بعض ما فرقت عقلي أبداً، أشعر وكأنها أحلى وأجمل أيام حياتي. إيمان، إيش رأيك لو نختصر الطريق ونفكر مع بعض علشان نكون عمليين أكثر؟ كيف؟ إيمان، أنا عرفت عنك بعض المعلومات لما كنا نتغدى مع بعض هذيك اليوم، وصدقيني ما بيعرف عني شيء ثاني أبداً، وأنت طبعاً عرفتي عني بعض المعلومات، وأهمها أني أنا متزوج وعندي أولاد. صدقيني أنا ما عندي شيء أخبيه أبداً. أنا بعدني ما فهمت اللي تريد توصله من مقدمتك هذه. إيمان، اللي لازم تعرفيه أني أنا معجب بيكي من أول لحظة شفتك فيها، وعلى هذا الأساس أنا أطلبك للزواج على سنة الله ورسوله. صدقيني يا إيمان، أنا ما بيش تتسرعي في الجواب، فكري على أقل من مهلك، ولما أرجع بالسفر إن شاء الله جاوبيني. إيمان، لو وافقتي على هذا الزواج أكون في قمة السعادة، ونتزوج أول ما نوصل مسقط، وبعدين اختاري المكان اللي يعجبك، نلف العالم كله علشان نقضي أجمل وأحلى شهر عسل. إيمان، أرجوك يفكر بشد مثل ما أنا شد. أرجوك يا إيمان.
إيمان؟ إيمان؟ ألو؟ في نفس الزمان تفقد الأمان كل الأمان وتعيش في دوامة ندم أو في العدم وتروح ما ترجع دم